انه ما خلينا نروح ينفعش. للنجم الصاعد الواعد بقى اللي طلع لينا فطايع وعوالم خفيه ما شاء الله، مسك الكشب يعني، كان رمضان حلو عليك. الحمد لله. دي كانت اول مره تمثيل يا احمد؟ لا، كان ليك تجارب قبل كده؟ انا اول حاجه مثلتها خالص كان فيلم اشتباك مع استاذ محمد دياب، ايوه، واستاذ نيلي كريم، كان افتتاح قسم نظره ما في مهرجان كان، دي كانت اول حاجه عملتها خالص. بس قبلها بقى كان في سعي سنين يعني، ولا كتير وحاجات كده لحد. لا، من مين؟ من كل يعني. انا بابا زي وماما قالوا لا 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 خالص. بابا وماما قالوا لا في موضوع ان انا كنت عايز اخش معهد وكده في الاول. لا، معهد فنون مسرحيه. معهد فنون مسرحيه زي اي اهل في الدنيا مش بيوافقوا يعني على الموضوع ده. لا ازاي يعني، ما ده الجينات جايه من عندهم. هقول لك، هو بس يعني انا بخاف شويه ان هو راجل ويمتهن مهنه مل يعني بالنسبه لي هي ملهاش امام خالص. المهنه ملهاش امام خالص، غدره جدا يعني، تبقى موهبته لكن تبقاش مهنته الاساسيه يعني، مش الكارير الرئيسي. فانا ضحكت عليهم ودخلت اعلام. ريحت دماغي يعني، اللي هو هنشتغل في الاعلام وماركتنج وبتاع وادفرتايزنج، ودخلت برودكاستنج في الاخر، اذاعه وتلفزيون، اي حاجه جنب الكاميرا بالنسبه لي حلوه. الله. فدي كانت اول حاجه اشتباك. وبعد كده عملت فيلم تاني اسمه ذا نايل هيلتون انسيدنت، هو فيلم كان سويدي مصري. هو ناطق بايه، بالعربي؟ ناطق بالعربي. هو مخرجي كان سويدي، وخد احسن فيلم في مهرجان سان دانس 2016. وبعد كده حصل بقى طايع. و تعالوا نشوف طايع، تعالوا نشوف احمد عبد الحميد بينا. النجم الصاعد في هذا المسلسل الرائع، مسلسل طايع. بس ده عوالم خفيه، ده مع استاذ عادل امام. بس ده الجين قويه يعني، مش جين التمثيل قوي جدا. ما كله بقى ماما وخاله يعني، صحيح. هما كانوا دايما الهام ليا. وخالي انا بعتبره ابويا روحي يعني، حسام عادل طبعا. و انا كمان وانا صغير انا حسيت انا بحب التمثيل، لان كل شويه كان حد يسالني انت نفسك تشتغل ايه. كنت بتقول ممثل من وانت صغير؟ كنت شويه احس ان انا عايز ابقى مهندس، شويه احس ان انا عايز ابقى شيخ شعراوي، شويه احس ان انا عايز ابقى حرامي، شويه عايز احس ان انا كذا حاجه كتير من الشخصيات. لحد ما فجاه حسيت ان اكتر حاجه بيحصل فيها كده هي ان انا اكون ممثل فعلا. وده جربته لما كنت في المدرسه، كان في مسرحيه بتتعمل عندي 8 سنين، وانا كنت قلبوزه كده. فانا كان نفسي جدا ان انا اروح المسرحيه دي، وكانت عجباني جدا فكره المسرح، وعايز اخش مع الولاد اللي في المسرحيه. المخرج دخل الفصل نقى كل الولاد تقريبا وما نقانيش، انا وواحد كمان يا حبيبي رفيع كده كان يعني غلبان يعني، فما نقانيش خالص. فانا فضلت وراه لحد ما رحت له المسرح، قلت له انا عايز اعمل اي حاجه اي حاجه. فقال لي تعالى شوف واقعد والعب معانا. وفي الاخر ادالي دور، كان دور هي الحدوته، كانت مسرحيه بالانجلش، فكان في دور جني اللي هو بقى بتاع المسرح. فهو قال لي انت هتعمل دور الجني ده، قلت له مفيش حاجه امير او كده. قال لي انت جاي تتأمر. قال لي لا، هي مسرحيه بتحكي ان جني طلع لناس واداهم امنيات، وعايزين نشوف ايه احسن امنيه في الاخر. وعملتها، وكان عندي 8 سنين، هي ماما كانت موجوده في المسرحيه. فانا بصراحه لما طلعت على المسرح ابهرت يعني، اللي هو بالاحساس ان انا منطلق، مفيش حد بيقول لي لا، مفيش حد بيقول لي ايه اللي انت بتعمله ده، لا طلع وعيش، ابقى الله. حد كتير غيرك، هي دي احلى حاجه في التمثيل بالنسبه لي يعني. يعني من 8 سنين وانت عارف ان هو ده اللي انت عايزه. موضوع الحرامي والمهندس ده كان قبل 8 سنين يعني. لا، وهي ابتدت اهي، ما هي باديه برضه 6 و7 سنين. بس انا من 8 سنين ل 22 سنه يعني خدت بقى تريقه كتير، وخدت اللي هو انت اي حد عايز يمثل. زمان كنت تخين جدا، فانت عايز تبقى علاء ولي الدين ومش عارف ايه. وانا يتقال لي لا لا لا، الحمد لله لحد ما خطوه بخطوه الناس بتشوف ان يعني في امل. بس انا مبسوطه من اللي انت بتقوله ده قوي. مبسوطه انا كمان من الطفل اللي هو انا كمان.